ماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا عبد الله بن عباس؟ يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. مشاهدين، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم في رمضان حوار المفتي. معنا دائما صاحب الفضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية. أهلا بفضيلتكم. أهلا وسهلا. فضيلة المفتي، في رمضان دائما الصائم حريص على مراقبة كل ما يصدر عليه سواء كان صغيرا أو كبيرا. هذا السلوك بمثابة فضيلة من فضائل الصيام، هي مراقبة الله عز وجل. هل صارت مراقبة الله فضيلتكم هي فريضة مهجورة أم زمنية الوقت قاصرة فقط على شهر رمضان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، لا ينبغي أن تكون زمنية الوقت واقفة عند شهر رمضان فقط، وإنما رمضان عبادة من العبادات التي يغرس الله سبحانه وتعالى من خلالها، إذا أديت أداء صحيحا فإنها تثمر عن هذه المراقبة. نعم. التي تستمر مع الإنسان وتكون له في حياته كلها. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذه الثمرة لعلكم تتقون هي الثمرة الحقيقية للصوم، التي تعني المراقبة دقيقة من الإنسان لكل ما يصدر عنه من تصرفات يراعي فيها ويراقب فيها أمر الله سبحانه وتعالى ونهيه. نعم. فإذا كانت هذه الأعمال والأقوال الصادرة من الإنسان هي موافقة لأمر الله تعالى أو موافقة للشرع، فبلا شك أن الإنسان يكون قد راقب ربه في ذلك. نعم. يعني بمعنى أنه لا يرى الله سبحانه وتعالى العبد حيث نهاه. نعم. ولا يراه في ويراه في الموطن الذي أمره ولا يفتقده فيه. فإذا أمرنا بأشياء فإنه يجب أن نكون عند هذه الأشياء، وإذا نهانا عن أشياء فإننا نبتعد عن هذه الأشياء التي نهانا عنها. هذه ثمرة الصوم، في أن الإنسان يراقب ربه، وهذه ثمرة ناتجة عن أن الصوم علاقة وطيدة بين الإنسان وبين ربه سبحانه وتعالى، لا يطلع عليه أحد، ومن ثم فهو في حالة مراقبة دائمة من مبدأ طلوع الفجر إلى غروب الشمس في هذه المرحلة الزمنية، وفي مراقبة دائمة. ثم بالليل هو يتعبد ربه عز وجل ويراقب أيضا أن يكون هذا العمل وفق ما يريد الله سبحانه وتعالى ووفق ما يرضيه. وعلى هذا فإنه في درس مستمر. هل يمكن أن يكون هذا الدرس قد ينتهي في زمن محدد وبعده لا علاقة لنا بهذا الدرس؟ هذا ما لا يرضاه الشرع، إنما الشرع يريد أن تكون هذه العبادة مثمرة، ثمرة مستمرة في أجزاء الزمن الباقية من شوال وذو الحجة وذو القعدة إلى آخره، وإلى أن يأتي رمضان القادم. ولهذا فإن هذا الخلق الكريم لا ينبغي أن يكون مهجورا، خلق المراقبة. وإن هجر ولم نجده في كثير من تصرفات الناس الآن، لكنه ينبغي أن يعمق وأن يرسخ، لأنه بالفعل أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى عنا إلا إذا كنا في حالة رقابة دائمة له سبحانه وتعالى. نعم. وهذا في الحقيقة ما دل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يصل الإنسان إلى الكمال، في قوله عندما أتاه سيدنا جبريل عليه السلام وهو جالس مع أصحابه، كما يرويه الإمام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أقبل علينا رجل شديد بياض الثياب
شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس وأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تؤمن، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان. قال: صدقت. قالوا: عجبنا. يسأله ويصدقه، ثم سأله وقال: أخبرني يا محمد عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذه الرتبة الثالثة، هذا الجواب عن السؤال الثالث ما الإحسان، هذه رتبة المراقبة الحقيقية لله عز وجل، أن الإنسان يعلم بأن الله في كل تصرف يصدر من الإنسان يعلم بأن الله مطلع عليه ومحيط به إحاطة تامة، يعلم ما سبق وما هو الآن وما هو في المستقبل، ويعلم الأمر كله. إذا كان الأمر كذلك، أن الإنسان في ظنه أن الله مطلع على كل حاله، صحيح، في سره وفي جهره، في سره وفي علانيته، في حاله وقاله كما يقول العلماء، يعني مطلع على كل شيء، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذا كان الأمر كذلك وهذا في قناعة الإنسان، فإنه بلا شك يكون في حالة رقابة دائمة لكل ما يصدر عنهم. فالأمر ليس قاصرا على رمضان ولا على زمن دون زمن، بل الإنسان مطالب من الله تعالى أن يكون في حالة رقابة دائمة. المشكلة فضيلتكم أن الإنسان الآن يعني في مشاغل والتهافت على الدنيا من قبل الإنسان، هل أضاع هذا التهافت والمشاغل الكثيرة مراقبة الله سبحانه وتعالى؟ العمل الذي يعمله الإنسان حتى وإن شغل بهذه الأعمال الدنيوية من الرزق، من طلب الرزق ومن السعي على العيال ومن السعي على نفسه ومن بذل الجهد في علمه وهكذا، ينبغي أن تكون الرقابة أو الضمير أو أن يكون مستحضرا لله عز وجل في كل حاله. ولهذا فإن التربية الحسنة في الحقيقة بالنسبة لأي إنسان على وجه الأرض، فإنه إنما يكون بتنمية الضمير عنده، وهذه التنمية تحتاج في الحقيقة إلى غرس القيم والمبادئ عند الإنسان. ولذلك لاحظنا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مكة المكرمة وفي سنتين في المدينة المنورة، على الأقل الفترة المكية اللي هي 13 سنة، الرسول ظل فيها يربي الإنسان ويغرس، صحيح، فيه هذا الخلق، خلق الرقابة، حتى إنك تلحظ بأن هذا الذي غرسه رسول الله نتج عنه ثمرة طيبة، وإن كان في بعض الحالات لا يحبذها رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما جاءه ماعز وعندما جاءته المرأة الغامدية ويعترفان بجريمة الزنا، رسول الله يعني لا يحب أن تظهر هذه المسألة، وكان ينبغي عليهما أن يسترن يعني على نفسهما، لكنهما كان يريد تطبيق الحد حتى يبرأ أمام الله سبحانه وتعالى براءة تامة، مطالبة مستمرة منهما. لكن رسول الله قال: من أيها الناس من ارتكب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله، كما يرويه الإمام مالك في الموطأ. لكن لما تلاحظ عندما نزلت آيات الخمر، فإنك تجد الرقابة الحقيقية لله عز وجل راسخة في نفوس المسلمين في هذا الوقت. فعندما نزل قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسير والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وجدنا بأن حتى من كان في فمه كما تقول الرواية، من كان في فمه شيء من خمر مجه وطرحه. فلماذا تطرح أنت هذا الشيء وهو لا يراه أحد؟ أنا لو أنا سكتت الآن عن الكلام ولا تعلم أن في فمي ماء ولا ليس فيه ماء، ومع ذلك فإن من كان في فمه شيء من خمر طرحه أرضا اتقاء
لله سبحانه وتعالى ومراقبة دقيقة له. ولذلك نحن في حاجة شديدة إلى غرس هذا الخلق، خلق المراقبة وخلق تنمية الضمير وخلق تنمية الرقابة الذاتية عند الإنسان، لأن تطبيق القوانين الموجودة الآن وتطبيق كل التشريعات حتى في التشريع السماوي إنما هو رهن بتنمية هذا الضمير. فإذا لم يكن هناك رقابة ذاتية عند الإنسان فإنه بلا شك لا يحسن تطبيق النصوص أو الأحكام التي هو تدريب فضيلة، يعني تدريب للإنسان. نعم بلا شك تدريب وتربية للإنسان على أن ينمي هذا الخلق عند نفسه. هنا يعني لا يخفى على فضيلتكم يعني الكم المغلوط من المعلومات الذي يحاصر الشباب في هذه الأيام، وأيضا هنا يحتاج إلى يعني هذا التدريب لمعرفة الصحيح من الخطأ. نعم يعني وهذا أيضا يعني يعتبر مراقبة الله سبحانه وتعالى سواء في التصرفات في العمل في السلوك. يعني نحن نريد أن الرقابة الذاتية ليس عند الشباب فقط، وإن كانت المرحلة تبدأ من الشباب، لكن نريدها في كل مؤسسات الدولة بكاملها. نريد من كل أحد أن يكون مراقبا لله عز وجل فيما يصدر عنه، أن يكون متحسبا للتصرفات التي تصدر منه وأنها موافقة لأغراض الشارع أو أغراض التشريع الإسلامي الصحيحة، أن يكون موافقا لما قصده منه القانون الموضوع، لأن نطاق الوظيفة العامة هو مضبوط بجملة، والوظيفة العامة في مصر من أهم المواطن التي ينبغي التركيز عليها والتي ينبغي إيجاد ثقافة حقيقية لكيفية ممارسة الوظيفة العامة وكيفية الحفاظ على المال العام. الممارسة للوظيفة العامة والحفاظ على المال العام لا يمكن أن يتم فقط من خلال الإجراءات القانونية أو العقوبات الموضوعة، وإنما يسبق وقبل ذلك نعم تنمية الرقابة الذاتية عند ذلك الإنسان، لأنه بأساليب معينة كما نحن نعلم أن يخفي الكثير من الحقائق وأن يتحايل على هذا القانون وأن يضيع المصالح على الناس جميعا. ولذلك ونحن في هذا الشهر الفضيل في شهر رمضان نتمنى وندعو الله سبحانه وتعالى أن نخرج جميعا بثمرة التقوى، أن نكون جميعا حصلت عندنا التقوى من أثر هذا الصوم في هذا الشهر الفضيل، بحيث نمارس السلوك الإنساني لنا في نطاق أعمالنا جميعا من خلال المراقبة الحقيقية لله عز وجل فيما يرضيه، ونبتعد عما يغضبه من تصرفات. وكما نصبر فضيلتكم على يعني الجوع والعطش في رمضان، لابد أيضا أن نصبر على أو نجاهد النفس التي تدعونا إلى هذه الآفة، وهي نعم صحيح هذا يعني أولى صحيح نعم في رمضان يعني فهذا درس من الصوم، هو درس لإيجاد رقابة حقيقية عند الإنسان. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال لعلكم تتقون، يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالتقوى والمراقبة هي الثمرة الحقيقية التي تكون يعني هي نتيجة يختبر بها الإنسان نفسه هل نجح في هذا الاختبار أو لا. إذا حصلت التقوى وجد من نفسه المراقبة في رمضان وبعد رمضان يقول الحمد لله الصيام أثمر والصيام أدى إلى هذه التقوى. أما إن وجد أن سلوكه بعد رمضان هو كسلوكه قبل رمضان فيعلم بأن صومه يعني لم يؤتي الثمرة الحقيقية المرجوة منه. أفادنا الله بكم وبكلماتكم فضيلة مفتي الجمهورية دكتور شوقي علام، وأشكرك شكرا جزيلا. أهلا وسهلا شكرا. نشكركم ونلتقي معكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة من برنامجكم حوار المفتي.